ضيفتنا جورجيت ريشة خبيرة تجميل. بنرجع لك جورجيت لتعلمينا كيف ممكن نحط ميك اب مثل ما قلنا لطيف ومهضوم وما يكون كثير متكلف. صحيح، رح نبلش هلا نحن بالكونسيلر، وصاروا يعرفوا انه انا على طول بقول كيف بحط طريقه الكونسيلر، بحطها بالفي شيب هيك انا عم بستعمله، بكون عم بعمل كمان كونتورينج للوجه. لكن عم نشوف طريقه الفي شيب عم بشتغل. بتعرفي كتير مهم نعرف بغرادنا نقسم وجهنا، يعني مش ضروري نشتري كيت تبع الكونتورينج، فينا بالكونسيلر نقدر نحن نكون عم نعمل كونتورينج مثل ما هلا انا عم بعملها لجاس. اكيد جيسي بنوجه لها تحيه بنقول لها صباح الخير. جيسي انا على طول كل يوم بعزب كل اربعاء بعذبها. موجود جيسي. بس كمان يعني عم نعذبها معنا، بس كمان عم تتزين بميك ابك الحلو جورجيت. ايه سرتر تامر خلص. يلا، لكن مثل ما بنشوف حطيت الكونسيلر بطريقه الفي شيب. هلا رح احط الفوندو تان، ورح فسر شوي على الالوان قبل ما ادمجهم. اوكي هيك بكون كمان عم بعطيهم تيبس شوي كيف يقدروا بس يغمقوا وجههم. هلا انا جيسي كمان عامله تانينج ولون وجهها صار افتح من بشرتها من بشره جسمها، سو انا بدي اغمق لها بالفوندو تان. اوكي لكن هذا لون الفوندو تان اللي بيناسب لون وجهها لجيسي. اوكي رح حطه هيك، وقبل ما ادمجه بس عبالي فرج المشاهدين قد ايه الكونسيلر مفروض يكون افتح، يعني الكونسيلر رح يكون افتح بدرجتين بس، منه افتح بكذا درجه. صح. ليه؟ لحظه الالوان تما يكون عندنا بياض تحت العين كثير، يعني نلاقي تحت العين ابيض والوجه اغمق مثل كانه العيون مقسومين عن الوجه. صحيح. فضروري ننتبه لدمج الالوان على البشره، لكن انا عم بدمج هلا الفوندو تان. جورجيت مثل هذا الميك اب قد ايه لازم ياخذ معنا اذا تعودنا نعمله كل يوم قبل ما نظهر؟ هلا معي انا بياخذ 5 دقائق. معك انت بس احنا مش انت. يعني هن مهمتهم، هن وقد ايه عم يتمرنوا يكونوا عم يعرفوا. ليكي اهم شيء التولز، يعني اهم شيء يكون عندي البراش المضبوط اللي بفرك فيه انا الفوندو تان او الايبونج، وعلى طول صرت معلمتهم كذا طريقه، يا بالبراش يا بالايبونج بنعمل تابوتمان. وبتعرفي كمان نوع الفوندو تان ونوع الانتيسان كله بيفرق، واذا هن مناسبين لون بشرتي او لا. صحيح 100%. فلكن مثل ما عم نشوف انا هلا رح ادمج الالوان ببعضها ورح اعمل بلاندينج. ضروري كثير مهم البلاندينج، يعني انا ادمج الالوان على البشره كرمال ما يبين في عندي زياح وكرمال ما يبين الفرق بين الالوان. لكن هذا الفوندو تان كان الغامق على كل الوجه مطرح ما مفروض فتح، هلا رح ادمجهم. هلا انا مفروض كان اعملهم قبل، بس انا لانه عبالي اعطي تيبس للمشاهدين ويشوفوا معي النتيجه ويشوفوا كيف نحن فينا نفتح وكيف فينا نغمق والدرجات. صحيح. لانه بدي افسرهم كان على درجات الالوان. وفعلا انت شغله اللي قلتيها كثير مهمه، لان دائما بنحس اوقات الوجه مقسوم لما بيكون في كثير الكونتور ابيض، بتحسي صحيح. العين محل والوجه محل، فهيدا الشيء كان لازم هيك تعلمينا عليه. ضروري هيدي الشغلة، لأنه هلا سحر صرنا يعني صرنا بالصيف بشرتنا بطلت لونها فاتح، نحن أكتريتنا بنعمل برونزاج. صحيح. فمنعاني من مشكلة الميك اب، إنه أنا بدي غمق وجهي بس بنفس الوقت بدي فتح تحت عيني، وأنا شو مفروض أعمل تما يطلع ميك اب غلط؟ بالشتاء ما يعني بالشتاء ما عندي إياها هيدي المشكلة، لأنه أنا عم بستعمل تان فاتح فما كثير رح يبين تحت عيني فاتح. بس هلا لأني بدي غمق تقرب لون بشرة وجهي لبشرة الجسم فرح عيني من هالمشكلة. كرمال هيك هيدي أول تيبس لليوم، إنه نحن كيف نقدر نحدد الألوان. لكن مثل ما شفنا أنا دمجت كل الألوان ببعضها، هلا رح أحط الباودر على الوجه. اللون لازم شو يكون، افتح ولا اغمق ولا ميكست كمان وسط؟ يلا رح نفسر عليهم. رح احط انا لونين رح فرجيهم اياهم، في لون لبشره الوجه اكيد ولون لتحت العين. رح افتح الالوان تنشوفهم. لكن رح استعمل هيدي البودر اذا فينا نشوفها، هيدا اللون لتحت العين لون فاتح. رح فرجي شوي حدا اللون الغامق تبع الوجه هيك بيقدروا يشوفوا الفرق. كمان اغمق بدرجتين، لون أوكي. فاتح ولون غامق. اوكي هلا رح بلش حط انا تحت العين.
جورجيت بدي اسالك شوي عن الكميه، يعني اوقات بنحتار منكتر تحت العين ما منكتر، منكتر على الوجه بودر ولا ما منكتر؟ مثل ما انا عم بعمل، يعني بس نحط بننفض شوي البانسو تما يجبلو. واكيد كمان برجع بحطهم بطريقه الفي شيب مثل ما انا عملت الكونتورينج، وين فتحت كله بدي ارجع احط بودر فاتحه تحافظ على الكونتورينج اللي انا عملته. كمان هون على الدقن، لكن مثل ما عم نشوف عم حدد كل المنطقة اللي أنا فتحتها. هيدي الطريقة بتخفي شوية تجاعيد جورجيت ولا ما خاص؟ إذا عندي تجاعيد تحت العين الأفضل إنه أكون عم بستعمل اللوس باودر مش الكمباكت اللي أنا هلا عم بستعملها، يعني اللي بتجي عرفتيها البودر اللوز ما بعرف شو بقولها بالعربي. مش الكمباكت يعني الهيك. تاني اكيد ما بتخفي، انا بالميك اب ما في اخفي تجاعيد، بقدر حتى لو كانت رفيعه كثير بقدر اخفي كلف، بقدر خفف الكلف اخفيه، بقدر خفف لون الحبوب بس ما في اخفي الحبوب، يعني كل شيء ظاهر بالجلد او مثل سكارز او مثل سيكاتريس ما فيه. اوكي، لكن هلا عم نرجع نحط البودر الغامقه على كل المطارح اللي حطينا عليه فوندو التان الغامق، واهم شيء ننتبه ما نترك زياح على طول، طريقة الدمج تكون مركزين عليها. بتحطي على الرقبة بودر جورجيت ولا أكيد لا؟ هلا رح نشوف. هلا جيسي عاملة برونزاج رقبتها معطي لون، بس إذا بدهم فيهم أكيد ينزلوا نزول. ومنحط كمان هلا بالكونتورينج رح نشوف، بس بدي غمق بعمل كونتورينج شوي على الدقن تا يبين مسحوب. هيك اليوم عم يتعلموا كيف بيحطوا الفوندو تان والانتي سيرن، بس كمان بطريقه انه يقدروا يعملوا كونتورينج لوجههم. رح بلش انا هلا بالكونتورينج باللون الغامق، كمان هيدا البلاش، كمان كلنا عندنا بلاش غامق بالبيت. صحيح. بدي بانسو يكون هيك رفيع منه كثير عالي تقدر ارسم. اوكي، او رح فرجيهم اثنين بانسو، يا من هيدا يا اذا عندهم البيزوتي اللي بيجي مشطوب هيدا، لكن هو اثنين بانسو، يا المبروم الرفيع يا المشطوب. اوكي، بيقدروا يستخدموا فيه. رح فرجيهم شوي بالمشطوب ورح فرجيهم بالثاني، رح فرجيهم باثنين بانسو. رح اخذ كميه ورح خففها ورح بلش اعمل كونتورينج على الخد. بلش من حد الدينه من حد الشعرات وبطلع. اوقات جورجيت بتلاقي الوجه كله هيك متناسق، فايتين الالوان ببعضهم، بس اثناء الخدود بتلاقي روج كثير قوي، لانه لون البلاش ما عم يتنقى صح. فلازم يكون على لون يعني مثل ما عم تشوفوا البرونز. اوكي، رح اعمل بالبانسو الثاني تهيك السيدات حسب البانسو اللي عندهم بيكونوا عم يتعلموا كيف يعملوا معي، لكن بنبلش من هون بنبلش نبرم. انا على طول كل شيء بحطه بطريقه دائريه اذا عم تلاحظي، اذا في مسام او تجاعيد قد ما في يكون عم عبيهم وما يبينوا واضحين بالجلده. بس هيدي الطريقه بتكوني عم ترفعي فيها الخد ولا ما خاص؟ اكيد عم برسم، عم فرجيهم، انا عم بلش من فوق وعم بنزل على الخد، عم برسم انا الخد، عم بعمل كونتورينج تقدر ارسم الخد. هلا على المنخار رح بلش بهالطريقه من تحت تخفف شوي من عرض المنخار. اوكي، لكن هون هالمنطقة أنا عم بلش رفعها باللون الغامق واطلع شوي على الجوانب. كمان اللي عندهم جبين عريض بيقدروا يكونوا عم بغمقوا طرف الجبين من فوق حد الشعر تيعطوا خيال. وكمان اللي عم بيعانوا من دبل تشن او بدهم يحددوا دقنهم اكثر بيقدروا بهالطريقه من تحت الدقن يغمقوا شوي، واذا في دبل تشن اكيد بنغمقها بنكون عم نلونها بهالطريقه. هيك بنكون نحن حطينا الالوان الغامقه على كل الوجه. هلا بننتقل لمرحله الهايلايتر. كمان الهايلايتر فينا نحطه يا باصبعنا، رح فرجيهم كيف، يا اذا عندنا بانسو.
اذا باصبعنا بناخذ لون الهايلايتر. هلا لون الهايلايتر في منهم بحبوه على ذهبي، في منهم بحبوه على فضه، انا جايبه لون بين الاثنين اوكي، لانه بحبه كثير بالبرونزاج، بس انه في يكون على فضه او على ذهبي حسب السيده شو بتحب. من الضحاك اوكي بناخذ، لكن اذا اخذنا باصبعنا بناخذ من اول الخد وبنطلع بهالطريقه. بنكون عم نعبي وعم نحدد كمان كرسي الخد من فوق تنبلش يبرز الكونتورينج. انا بحب اعلي كمان شوي هون حوالي الحاجب فوقه، هيك ببين الخد مشغول اكثر. كمان مطرح ما فتحنا على المنخار بنصه فينا نحط هايلايتر، بس اذا عنا عرض بالمنخار ما ضروري نضويه، بس اذا المنخار صغير فينا كمان فينا نحط نفتحه شوي من قدام نكزه. نعم. بيعطي اجمل بالصور، بس حسب السيدات. بدي اقول لهم اللي بشرتهم دهنيه واللي اصلا هي بتزيد بشرتهم، ما ضروري نحن نكون عم نكتر هايلايتر، يعني على المنخار فينا نتفاداه ما نحطه، لانه بتعرفي على التيزون بصير يزيد اكثر بصير يزعجني، فبدنا نعرف اذا نحن بشرتنا دهنيه كمان نتفادى شوي الهايلايتر، نحطه بكميه خفيفه ما قويه. هلا رح احط على ثاني ميل بالبراش كمان اذا بدي نشوفه بطريقه البراش كيف رح تكون. كمان نضحك من اول خد وبطلع. مهم انه يكون الوجه متجانس بكل شيء بتعمليه. هون انا لانه فتحت لها شوي لجسي عبالي هيك ابرز لها الدقن عندها، بتعرفي هلا كثير دارج يبين الدقن بوينتيو ومبروز اكثر، فعم حط لها هايلايتر. شو حلو الكونتورينج. رح نحكي شوي الفرق بين البلاش وبين البرونزر. بتعرفي في كثير سيدات بغلطوا بين برونزر وبين بلاش. البلاش اللي هو بيجي يا على زهر يا على كوراي اللي بنحط على اول الخد، اما بالنسبه للبرونزر هو الغامق اللي عملت انا فيه كونتورينج. البلاش ضروري ينحط كثير دارج انه ينحط هلا بلاش على اول الخد. انا رح اختار للون الكوراي رح فرجيكم اياه، ورح فرجي كمان الفرق بالالوان اللي هو بيجي على اورانج اكثر، والبيض بيلبق لهم يكونوا عم بحطوا زهر على اول خدهم، اوكي؟ لكن هذا الفرق باللونين. رح نشوفهم على الكاميرا. انا رح اختار هلا لون البلاش الاورانج. رح اخذ شوي كمان بخفف الكميه من الضحك. بين الهايلايتر والبرونزر رح احط ضربه بلاش. بعد شوي. هيك بعطي حياة أكثر وبين الخدود مشغولين. لاحظتي على الكونتورينج قد ايه فرق؟ كثير فرق، وشو طالع ضوي وحلو. صح. لكن بين الهايلايتر والبلاش عم حط، بين الهايلايتر والبرونزر عم حط بلاش. لكن هي كانت طريقة الكونتورينج بطريقة كثير هينة. هلا رح ننتقل للعيون. شو جيسي؟ جاهزة للعيون؟ في كثير سيدات بحبوا انه بالبلاش تبعهم بالبرونزر يكونوا عم بحددوا عينهم، منه غلط ابدا. رح فرجيكم اذا على بالكم تعملوها لهالطريقه، ورح نرجع نشوف كمان بالباليت تبع الالوان بالاي شادو. نحن بعد عنا بحدود 3 دقائق ونص. ايه كثير منيح بكون انا حددت العيون، هيك استفادوا اذا بدهم يضلهم بنفس التام كلر، يعني تطلعي بس نحن نعمل بالبرونزر ليكي لون العين العيون، ليكي لون الخد، ليكي لون الوجه، كله صار تام تبع الوجه كله لحق بعضه متجانس. صح؟ متجانس. سو للسيدات اللي بحبوا يكونوا عم بحطوا برونزر فوق عينهم هالطريقه المناسبه، بنفتح بتنحط على العظمه على الكريز بيقولوا لها، وبتتعبى بهالطريقه. رح احط كمان على العين الثانيه تنقدر نشوف. نفتح. انا على طول صاروا يعرفوا بشتغل هن وفاتحين عينيهم، ما بقول لهم غمضوا الميك اب، لانه بحب يطلع على سحبه العين وعلى رسمه العين مثل ما هي. لان في كثير بيكونوا عم يعملوا ميك اب هن ومغمضين عينيهم، بس يفتحوا بينقذوا انه طلعت عين غير عين او فتحه العين منا مصاح. صح، او بيطلعوا واطيين. فانا على طول بحب اشتغل على شكل العين. اوكي، فينا كمان نستفيد من الهايلايتر، يعني عرفتي ما بدنا كثير اغراض تنحنا نكون عم نعمل ميك اب، يعني فينا بالاغراض الموجوده عندنا نستغني عن باليت
للصبايا اللي انه ما عبالهم يشتروا كتير اشياء. بالهايلايتر كمان منضوي العين يعني. اليوم انا ببلاش وهايلايتر وفوندو تان كونسيلر عملت كونتورينج وعملت ميك اب وطالع قد ايه ناتورال وحلو. طالع ناتورال وحلو. هيدا الميك اب بينحط لديلي يوز، حتى بالليل فينا نظهر اكيد فينا نزيد، فينا نزيد اشياء فينا مثل شو فينا نزيد، مثلا اي لاينر، فينا نقوي ماسكارا، فينا نزيد رمش، كل هولي بنقدر نزيدهم. رح كمان حدد تحت العين شوي فوق. صحيح حسب المناسبة بنشتغل أكيد. فهيك للي ما بدهم يشتروا باليتات وعبالهم يكونوا بيلوك حلو وسبيشل، هيدي نصيحتي لهم، ببلاش وهايلايتر يقدروا يعملوا ميك اب تبعهم. إذا عم نحدد العين من تحت كمان بالبلاش. بالبلاش هلا جاسي كثير لبقلة عينيها ملونين، بالبقلة كل شيء ألوان برونز. إيه مزبوط 100%. أوكي أنا رح أنهي بالماسكارا، هيك بيكونوا شافوا كل اللوك كامل. مثلا نزول كتار بيقولوا جورجيت انه الميك اب ما بيكون كامل الا مع الماسكارا، قد ما كان حلو الميك اب وما حطيتي ماسكارا ما بيبين الميك اب. فانا كتير عبالي فرجيهم مع الماسكارا كيف رح طلع اللوك. ممكن ينحط ماسكارا بدون ما تتحدد العين ولا بيطلع شيء مش حلو؟ لا كيف ما بدنا نحدد العين مش حلو؟ قصدك انه نظهر بس بماسكارا؟ لا يعني في كتار ما عندهم وقت بحطوا فونديشن بحطوا انه اذا ما عندهم مناسبه ليش لا مش غلط وبحطوا بس ماسكارا وبينطلقوا. لا مش غلط، نحن هلا عم نعطي ميك اب اذا ظاهرين يعني. وبتعرفي هلا صيفيه وعينين برونزاج وما بدنا نشتري كثير اشياء الوضع الاقتصادي، سو انا عم جرب قد ما فيي اعطيهم تيبس بالغراض اللي موجوده عندهم. قبل كان قد ما يكون الميك اب صارخ يقولوا اف ميك اب شو حلو، هلا قد ما كان الميك اب ناعم ناتورال واوروبيان ستايل ناتورال قد ما صار الميك اب حلو. واصلا انا يعني من 6-7 سنين معروفه بالاوروبيان ستايل، بس رحت درست بباريس الميك اب وما بشتغل غير هيدا الميك اب، واللي بيجي لعندي بيعرف انه جاي يعمل الاوروبيان ستايل الميك اب الناتورال اللي فيه كونتورينج اللي فيه كل شيء بس ناتشورال، بتضلها هي السيده 100%. بضل محافظه على تكوينها على شكل عيونها على شكل تمها، بس بجملها اكثر وبعطيها لوك احلى ما بيتغيروا ملامحها، وهذا الشيء المهم. نعيمة جيسي كيف شايفتي لنا جيسي؟ جيسي بس هلا بدها تحط حمراء وخلص، وين رايحه جيسي اليوم؟ يلا اذا بدك حطي لها بسرعه اذا معك هيك بسرعه قبل ما نلحق يعني. يلا منلحق على السريع تنشوف كيف طلع وجهها. اوكي رح احط لها انا شوي كمان، رح ضل بالوان البرونز اليوم. انا سري اصبعي صار ماسكارا بس انا هيك على طول اذا ما بعمل ميك اب وبجوي كل ايدي ما بحس اني اشتغلت. ما بتكون جورجيت عملت ميك اب، ما بتكون عملت جورجيت ميك اب. كمان عم نقي على شفاف لون ناتشورال كمان، ضليت بكل الالوان الترابيه اليوم اللي ضاربه على براون تا هيك ضل بنفس الالوان. منزيد شوي على الشفاف يعني منكبر شوي الشفة الفوقانية والتحتانية ولا لا؟ برسمهم بطريقة القلب مثل ما عم نشوف. أكيد عم برسم هون عم عليها شوي لكن رسمت الكونتور وعملت بلندنج بقلبه، وهلا رح زيد فوق الحمرة وهيك بتروح جيسي. جيسي اليوم كاملة مكملة. شغلة صغيرة جورجيت بتغير اشياء كثيرة اكيد، يعني مشي كونتور شوي ماسكارا شوي مع الميك اب الكامل اكيد بغيروا السيدة. صحيح. بس مثل ما قلتي الحلو بتضل محافظة على شكلها، على شكلها وعلى جمال وجهها وعلى جمال وجهها بس بتبرز
تبرز تكوينها وبتعرف شو تبرز بوجهها، شو تخبي كمان الاشياء الزاجتها. اكيد جورجيت ريشا خبيره التجميل، انا بدي اشكرك كثير، شكرا على وقتك يلي اعطيتينا اياه، شكر كبير كمان لجيسي يلي دائما بتكون حاضره معنا، ميك اب كثير حلو ناعم، وهذا الميك اب اصدقائنا فيكم تستعملوه لكل يوم بتظهروا فيه. شكرا لك جورجيت، لهون نوصل الى ختام يومنا الصباحي اصدقائنا، بنتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات حلوه ومميزه، اكيد الملتقى بكره بتمام الساعه 8:30 اذا الله راد، من هلا لبكره لكم اطيب الامنيات، الى اللقاء. We'll be right back.